الرحمن الرحيم. بسم الله قاسم الجبارين، مذل المتكبرين، معز المظلومين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير والاحترام لائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير على اختيار قريتنا من ضمن القرى المحتضنة لمثل هذه الفعاليات، كما نتقدم بالشكر الجزيل للأخوة الحقوقيين الأفاضل وإلى آباء الشهداء على تلبيتهم الدعوة، ولكم أخوتي وأخواتي الكرام. أما بعد، نعلن عن دعمنا الكامل والمطلق لكل الخطوات التصعيدية التي يقدم عليها ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير من أجل تقرير المصير وحق التظاهر في قلب العاصمة المنامة، وبالخصوص في حق تقرير المصير 13 غدا الجمعة. ونحث أبناء شعب البحرين الأبي عامة وقريتنا خاصة على التواجد والمشاركة الفعالة في بلوغ وتحقيق المطالب المشروعة وتضييق الخناق على هذا النظام الخليفي المارق الذي ارتمى في بحيرة من الظلم والاستبداد، وامتطى صهوة الفساد وركب ماجنة التمييز العنصري بحق شعبه منذ أن وطئت قدماه سدة الحكم وأخذت أياديه السمجة الخبيثة تلعب في الخفاء وتعيث في الأرض فسادا وتحيك المؤامرات البغيضة ضد الشعب وتحكمه بالحديد والنار. ولم ينفك هذا النظام القبلي المترهي ساعة من طغيان هوسه الإجرامي بحق هذا الشعب المضطهد، ولم يسعى لحظة للخروج من نفق الأزمة مما درجت عليه عيشته الآنية حتى أوصل الأمور بينه وبين الشعب إلى طريق مسدود يكون القبول للحلول الترقيعية فيها ضربا من ضروب الخيال، وبالتالي حشر هذه السلطة المجرمة في زاوية ضيقة وإجبارها على تقديم التنازلات والإذعان والرضوخ في نهاية الشوط لمطالب الشعب وإن طال مدى، وإنهاء آخر فصل من فصول الظلم الخليفي على أرض أوال، وهو حق مشروع كفلته جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والتي تجيز لكل شعب أن يختار نوع النظام الذي يحكمه ويدير شؤونه. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار، واشف جرحانا، وفك قيد أسرانا.